الشيخ فلاح بن عيد بن جامع فليتفضل مشكورا. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، في العمر مرات تجي يكون الإنسان فيها لابد أن يأخذ موقف، لابد أن يأخذ موقف. بعد أن سمعنا إلى أشعار عيالي اللي قد تكلمهم وتكلم جزاهم الله خير وقالهم من القصيد ما قالهم، لكن إن أنا قلت إن فيه مواقف العمر لا بد للإنسان يأخذ فيها موقف، وأخذنا موقف في هذا المكان ونتحمل الموقف لسبب واحد وهو طال عمرك النتيجة واضحة من البداية. وما كان ودي أنه يحصل أنه يكون العوازم قاعدين ما نتخبهم ولا كذا. بعض الناس يقول ابن جامع قطعنا من الصوت، بعضهم قال أنا بروح أصوت والعلم ابن جامع، بعضهم ما تقول. لكن من هذا الموقف أقدم تحيتي لكل ولد يحمل الجنطة يذهب إلى التعليم، كما قلب تحيتي للشايب على كرسيه، وكذلك وكذلك العازمية التي لم تعرف المقاطعة مرت ببيتها وقاطعت السمعة من جهة. إخواني، نسمع الآن يعني من نواب اللي طلعوا بعد ان اتضحت الرويه الان، وسمعت انا من احد ابنائي اللي شعر عين قال المجلس مثل هذا لا يكملنا ولا يجملنا، اي مجلس يعني لا نبيه ولا يجملنا. وفعلا المجلس كان من البدايه طريقه واضحه، واللي حصل طال عمرك بيع وشراء بدون اي مجامله، واكثر دليل العاده ان المحكمه تطلع ليله الجمعه الساعه 10 من الليل تطلع نتائج في اي وقت كانت محكمه تحكم الساعه 10 بالليل للناس راجل ورجلين قبيضها، اعلن في يوم من الايام انهم طال عمرك ان اخذنا فلوس ونوزعها على العالم بينما لم تسال عن منطقتهم ولا واحد جاء في اسمهم. لكن ما علينا من اللي حصل، هي الرؤيه الان واضحه وطلعت النتيجه وكل شافها، وليشرف ان ما فيها من قبيلتي احد، وليشرف الشرف ان ما بها من قبيلتي احد. وسمعت من احد النواب وبعض النواب قال ان احنا اعضاء للعوازم والعجمان والمطران اللي ما لهم رشعين وكذا، احنا ما لاش حد من يد المحسنين اللي فكر ان عوازم يبي يشحذون من يده ولا ان عوازم يبي يرجون منه او كذا. جزاه الله خير، هو عضو مجلس امه وطلع والله يرزقه، لكن احنا ما احنا فيش حد من يد المحسنين. لكن على كل اللي اتضحت الرؤيه الان والحبايب وصلهم الى المناصب ومن يدعون الوطنية، واللي حاصل إن قبل ما نسمع قبل إن ما في وطنية لطال عمرك إلا الناس المعينين، وإن الناس اللي كانت تصايح هذه والطالب الوطنية هذا لهم هم وطنيين، هذا لهم مستوجين، هذا لطال عمرك يقلبون الحكم، هذا لا هذا لا. وأعتقد إن الآن ستبين الرؤية وستوضح أكثر بعد أن يجلس المجلس ويعلون الحقائق. لكنني أؤكد مرة أخرى أنا سويت هذا العشاء على عجل، وكان نيتي أسويكم عشاء أكبر من هذا وأقدر من هذا، ولكن عندما شفت الناس بيجوني في أمس وكذا حاولت أن أسوي المستطاع في وقت قصير. لكن اسمعوا لي على كل، المهم لو كل واحد أذبع له عجل من القلم ترى ما هو قادر لكم، ما هو قادر لكم. لكن مهما كانت النتيجة وما محصلت، أنا أدري الناس الحين يعني في من يقول عوازم ما طلع على أحد، وفي من يقول عوازم ابن جامعة وقفهم. نعم أنا وقفتهم، ما وقفتهم إلا برضاهم، وأنا أتحمل المسؤولية، أنا أتحمل المسؤولية. ما الإنسان، الإنسان ما يصل إلى يأخذ رأي ويقول أنا ما أتحمل المسؤولية، أنا أتحمل المسؤولية.
تحمل المسؤولية في مجلس مثل هذا المجلس. ولو كان فيها اليوم عازمي لكان أنا بنفسي يمكن أنا أرغهر أكثر منكم أنتم، لأن المجلس اللي موجود الآن ما يشرفنا لا هو ولا من طلع معه. أي كانت النتيجة، وحنا عطيناهم إياها على فضة من ذهب، عطيناهم على 400 صوت رعم اللي طلع من طلع ومش مطلع، وخلهم يصلونها للوطن اللي يدعون الوطنية ويشوف من الناس اللي تايجهم. حنا وطنيتنا ما ناخذها من أحد إن يعطينا وطنيتها وعلمنا الوطنية، حنا وطنيتنا قبل تكون في مجلس أمه وقبل، والناس أكثرها ابن جامع مثلا ضد الأسرة الحاكمة، أو ابن جامع ضد الحكم، أو ابن جامع مع المعارضة، أو ابن جامع. احنا لو صوت لابن صباح طال عمرك عطانا كلنا من صوت واحد ونجحنا. لو صوت ولو نفزعت كل ان ياخذ طال عمرك من معه عليه ما كان طال عمرك ما يعتز ان الانسان يعرف مواقفنا من مئات السنين، لكن احنا مواقفنا مواقف نقول لا الخطا خطا ولا الحق حق، هذه مواقفنا وهذا هو راينا. ما عندنا مهما تكون النتيجه لا يمكن الإنسان أن يقبل في شيء وما يبي، أي إنسان يحط شيء ما يبيه يعني غير قابل فيه ما يقبل فيها الإنسان. حنا ما حنا قبل في المجلس من البداية كان معروف من البداية أنه راح طلع من الناس اللي عمتهم براء وعرض طلع عمك على طول، طلع من دون شيء يحل المجلس بدون سبب، وطلع على طول وعطي بدون شيء، وطلعت شطبه مرتين ورجع في 24 ساعة ما في جايين جايين، لكن الآن طلعهم الآن طلعهم. وأنا أكرر الشكر لقبيلتي وللقبائل وللشعب الكويتي اللي وقف موقف من هذا المجلس، وقف موقف مشرف. وهذا لا يعني أن أعداء للصباح ولا أعداء للأسرة الحاكمة ولا أعداء للأسرة الخليج المعاد، لكن حنا هذا موقفنا، أن ما حنا مع الفساد ومع الدمار، وهذا الشيء اللي حنا مبتعدين عنه حاولنا نبعد عنه. وقلنا رأينا عند الأمير، وأنا قلت رأيي عند الأمير من أول يوم وهو يسأل يمكن سامعني الآن، قلت إن المجلس إذا صار صوت واحد معروف مثل الشركة اللي سام ألف، إذا عندك مليون تدفع 1000 دينار على السهم وتاخذ، ما عندك تبيع بطاقتك ب20 دينار ولا تحتفظ فيها. وهذا اللي حاصل، هو الآن المجلس اللي طلع تقريبا هذا اللي حصل لي، أما الآن يا إخواني ترى اللي حصل الآن في البلد واللي يدور الآن في البلد، أنا أعتقد ترى ما المشكلة ما انتهت، نبي بدايتها. واعتقد ان الامور ما راح تصبر، ترى اهل الكويت كلهم قاطعين، حتى الاسر الكويتيه المحترمه الغانم والصقر والرومي والهاكل كلها ما صار. الوطنيه عندها ابطال سكوب طال عمرك وعند ناس معينين وعند من قبل. ما في وطنيه. احنا ما نعتبر لنا وطنيه ابدا ولا معتبرين يعني مثلا كبشر انه يعني له وجود. وترى احنا عوازم بالنسبه لنا، ما لنا في القرار السياسي شيء، ما لنا شيء. لا لنا طال عمرك باستشارة فدي ولا الأميري، ولا لنا لجنة الشفافية أحد، ولا لنا في الوزارة أحد، والأسرة الأساسية هذا كل مؤسسة حكومية ما لنا فيها شيء، ولكن حنا موجودين. واللي يرونها الناس اللي غيرهم في رؤوسهم حنا نراها في رجلينا، ترى ما يمكن. لا يفكرون طال عمرك الناس ان طال عمرك ان مثل ان العوازم مثل انهم حطوا جلسيهم في بيوتهم وما صوتهم، ان العوازم منهم عن ضعف ولا شيء، ولا يفكرون العوازم من وطنيتهم في صوت على مجلس امه طلع لنا واحد ولا اثنين ولا طلع 10، احنا وطنيتنا في مجلس امه ولا في، احنا وطنيتنا مبنيه على اساس، الاسره هذه بين وبين عهد، احنا بين وبين عهد، وان كانت مثل ما تقول هي مثلا مبتعدة عنا، احنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله. نرى هذا الشيء من أكثر من 20 سنة نرى هذا الشيء وشوفه على الأعياء، ولكن هل يعني مثلا حنا قطعنا الصلة فيها؟ ما قطعنا الصلة، حنا على مواقف، لكن اللي حصل الآن واللي يدور الآن البلد طال عمرك الآن في مشكلته لحد الآن. أنا أحب أوضح لكم إن ولو أنه طالع منا واحد اليوم هذا أو اثنين لا ندمنا على الطلوع. أنا إخواني ما نبدي على أساس مثل نتبجح على أساس أن العوازم أنهم طاعون وكذا، أنا العوازم طال عمرك احذرهم من نجد من الحجاز ما خلى بتيس واحد، واحذرهم طال عمرك من الدير هذه ما خلى بشيء، العوازم من معروف مواقفهم من تاريخهم من أخلجاتهم، ما في حاجة أحد يمدحهم ولا يزعم، مدح وسب، أنا ما حاجة عن المدح وسب، والقبائل الثانية لها قدرة ولا احترام ولا تقديرها، والشعب الكويتي له حق
والإصلاح حاكمة لا حق ولا تقدير، لكن مسألة أنها ناسيتنا، مسألة أنها تبي تفرض على واتهامنا مثلا ظاهريا أن العوازم ضد الإصلاح وأن العوازم ضد كذا، لا يا أخوي حنا ما حنا ضد الإصلاح، حنا عليهم يكشوف اللي موجودة عندهم وعندهم في الوزارات وعندهم في الديوان الأميري عليهم ينظرون ما كم عازم يطلع. هم أعطانا وزير جزاهم الله خير، هذا وزير من 81 كان لنا وزير، ولكن اللي غيرنا عطيهم سبهم فجرهم لعبهم في الدنيا وآخرها طال عمرك لهم على وزيرين ومحافظة، ما أعطينا شيء، ما أعطينا شيء. رجالنا يا وصل لرتبة عميد ولا لواء، حتى ضابط مخبر ما عينونا على أساس آخر العالمي اشتوى، بس هذا اللي حاصل. لكن حنا ترى ما بعناهم، حنا ما بعناهم، حنا ربعكم، وحنا ربعكم، مواقفنا كذا. وعندما تبين الصحيح والخطأ، عندما يعرف الصديق والعدو، ويمكن راح يجي وقت يعرف الصديق والعدو، لا بد أن يجي وقت. من حبك على لقمة أبغضك عليه، لا يمكن أن رجل طلع صاحب مصالح أنه يكون يصبي معك إلا على مصلحته أيا كانت النتيجة. حنا صافين على الكويت وصافين معهم، ما نبي من أحد شيء، لكن المفروض ما ينسون، مفروض ما ينسون. قبيلة لها 1000 دكتور ما لها شيء معين، 3 سفراء يا أخوان، الضباط العلك 5 و2 و7، مستشارين ما فيه، قصر بيان وديوان الأميري كله ما فيه ولا عازم، ما فيها استثمارات ما فيها عازم. يا أخواني ترى الأمور ما يعني بما يقال أعمال، مثلا أعمال جريدة يطلع فالممثل يشخط في الناس ولا كذا، ما يطلع فيها عازم أعمال جريدة. يا أخي في توصية علينا، لمن هذا؟ من هذا؟ عش احنا سوينا احنا؟ وبالتالي طال عمركم راهنين على ان احنا يعني مثلا يعني احنا من العائله، وان احنا زوج صح، ان احنا مع الكويت، احنا مع الكويت، لكن المفروض ما من الذي ذكرني في الديار بخيفه فلهم به الديار عرار. اذا ما نفعني الرجل في الدنيا ولا ذكرني بشيء ولا ذكر قبيلتي بشيء، عندما يكون يعني الانسان يحتاج يقول تجي ايش قدمت انت؟ شنو اللي قدم فيه على اساس انا افعل؟ احنا يا اخواني ترى ما احنا جايين نطالب اكثر من شيء معين، ما نبي يزيدون على الناس الثاني، ما نبي يزيدون على الناس الثاني، احنا نبي مثل الناس اللي غير. هل ممنوع علينا الديوان الاميري كله باكمله؟ هل ممنوع علينا عميد جامعه؟ هل ممنوع علينا ضابط امن؟ هل ممنوع علينا نائب رئيس اركان؟ رئيس اركان جاب واحد طلع نسيته ثاني والعواز ما حصل من واحد. هل ممنوع علينا وكيل وزاره الداخليه؟ يا أخواني الشيء أكبر ما توقع، أكبر ما توقع. فلاحب الجامع يعني أعضانا اللي طلعهم جزاهم الله خير، طلعهم وطلع. يعني أنا ما أقول ما حملهم، ما أقول كلهم عبريين، صحيح إنهم ما، لكن المفروض الدولة تنظر لهذه القبيلة، المفروض تنظر لهذه القبيلة. والانتخابات راح تجي، انتخابات راح تجي، والأمور راح تجي على من بين اليوم وبكرة. لكن حنا موقفنا لا حد يشك فينا يقول ان حنا العوازم ضد الحكم والعوازم كذا والعوازم. لا حنا ما احنا ضد الحكم ولا احنا ضد الدول المجاوره، دول الخليج اللي ضمتنا وحفظتنا وقامت فينا، ما احنا ضدها، احنا ما نقبل في الشيء هذا. ما نقول حنا وصلنا المجلس على دماء اهل البحرين، ما نقول اهل حجاز وحجاز اطرحهم ابن سعود، ما نقول الكلام هذا. حنا نخاف الله، لنا تاريخ ولنا حكام ولنا شيء، لازم نقول من الحقائق، ما نقبل في الشيء هذا. لكن للأسف أن هالناس اللي تسب الأمور هذه كلها على قضايا وتعين في وزارات وتنجح وتعطى كل شيء، وحنا محترمين ولا وجود لنا، ولا وجود لنا. حتى لجنة الشفافية اللي طلعت في الانتخابات فلان 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 من عائلة معينة، ما في أحد من الناس المعينين. الآن طال عمرك حنا وصلنا الوطنيين، نكون طال عمرك يكون عندهم خبر أن اهدنا لهم طال عمرك المواطنين والناس اللي كانوا أهل الوطنية واللي يدعون الوطنية، وصلوهم الآن بسهولة ووصلوا إلى مكان، ونشوف إن شاء الله نتائجهم شين هي اللي تصير. عسى يكون رأينا خطأ، عسى يكون رأينا خطأ، وإن يطلع مجلس محترم ويسوي التنمية ويقوم بالمشاريع وكذا. بس ما أعتقد، ما اعتقد ان الفتنه الحين بدات، توها بدات الان وراح تبدا من بكره وبعد بكره. قال اللي حسب هالشكل، واول ما تشب بين دول الخليج بيطلع لك بكره بوق ضد دول الخليج، والثاني طال عمرك مرتشين، النتيجه ما في الا مشاكل، ما في شيء
النتيجة معروفة مسألة. لكن يا إخواني على كل إن أنا لما سويت العشاء هذا حبيت أوضح لكم إني أنا أتحمل المسؤولية، وأنا طال عمرك مسؤول عن ما قلت، وأنا كنت هدفي الوحيد، كنت من أول يوم جيت عرفت من حل مجلس الأمة 2012 وجي بمجلس طال عمرك ملغي، وعلى طول جت ناس على ملفات أكبر من جبال أحد وطلعت براه بدون مقابل، وفي الأخير هم كانوا حتى ما ملعدوا صديق قالوا قدام الناس حنا ناخذ فلوس من فلان وعلان نوزع، قالوها وكنا نملك. والآن طال عمرك المحكمة تجلس في الليل وتطلع الناس في الليلة ليلة جمعة الساعة 10:30 تطلع ناس. يا سلام يا هالمحكمة، يا سلام يا العدل، يا سلام يا سلام. فراح بالجامع يعني تكلم على عوازم، تكلم على عوازم، ترى اللي حصل للعوازم يا اخواني ترى ما حصل للي غير، ترى ما حط طال عمرك على طول جبت لها مدرعات الخاصة للعوازم. وش السبب؟ على اساس جبت مدرعات للعوازم؟ ترى ما حط طلع على هذا دعت سكوب على لحم الجامع بدون اي سبب. حزمه ممر قبائل بالجامع ما قبل ما قال شيء. همسه الاخير امسه قريب هذا امسه قريب هذا جابهم على طول هذا جابوا رجالين اثنين رجالين ومعهم هذا ولد هذا ابن مشعل واحد من العجل. هم الوحيدين اللي حسنت رؤوسهم وكل غمضت عيونهم وحط ايديهم حديد ورجليهم حديد ووديهم طال عمرك الزنزانات النوت او كذا، يعني شوفهم يا عوازم ترى خليهم يسروك مع عوازم. هل سوف اللي فجر النفط؟ هل سوف اللي فجر ملابير؟ هل سوف اللي سب الرسل؟ هل سبب فيها احد من الله حتى يسواله؟ اخواني والله لا نظر الواحد للموضوع، يعني ترى الموضوع مو موضوع هشك. والعوازم مخطئين ولا ما اخطئين؟ يا ليت يلقون علينا تاريخ ان يوم من الايام ان وزعنا منشورات ضد الحكم، ولا فجرنا يوم في مكان كذا، ولا اخطينا يوم على كذا، ولا تكلمنا على يوم، ولا قلنا شيء، ما قلنا شيء. مجرد ناس طال عمرك مسالمين. ونبي العلم الطيب ونبي العلم، لكن يكون العلم الجميع ويكون هذا. ترى فلح بجامع طال عمرك ترى لا لكم ما يسوى فص بصلة، لا تقولوا بجامع طال عمرك بجامع 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 طال عمرك يتكلم باسم القبيلة. وأنا قلت لكم في يوم من الأيام قلت أني أنا ما راح أرضى للقبيلة بلا حال، وقلت وفي الأخير أنا أقول من هذا الموقف ومن هذا المكان أقول هذا، ترى حنا يا إخواني ما حنا ملك لأحد، ترى ما حنا ملك لأحد. لا يجي طال عمرك من أقوى علينا، سوى من سلنق العوازم اللي يلوج عندهم ويقول الكلام هذا، ولا اللي يملخ بالسوالف ولا مدفوع اللوز يقول ترى العوازم كلهم معك. نعم معه، نعم بالحق، نعم معه بالحق ومع الكويت، نعم ما بيها مجاملات، ما نخاف إلا الله. لكن حنا ما حنا مثل ما يقول الرعال مثل استلمني وبس، لا لازم يقدرون، لازم يحشموننا مثل غير، لازم يشوفوننا لا شيء، يعطونا مثل ما يعطون ربع الناس اللي يعطونا غير، يعطونا ربع. ما نبي أكثر، ما نبي أكثر بشيء. حنا ناس نطلب شيء معي. هل ما فيه عازمي؟ ما فيه ابدا، والعوازم فيهم، والعوازم فيه. حنا منها طال عمرك شان توجيه وتعاوس، صارت الامور خلص الراي والراي الثاني وتغيرت الامور، ما يملكنا احد. اعز ما عندنا اقوى ما عندنا، ما يملك، ما يملك. لا يمكن طال عمرك من 5 رياجيل أو 7 رياجيل هذا راح مشري ومراحم وجو كذا، ولا شايبين وذاته من عوازم تتروع على جيهم، يا ابن جامع ما عليكم منه، والعوازم ما عليكم منه، والعوازم كلهم معكم كذا. ها يا أخو، لا يا أخو، حنا سكيري وسكيري حيوان تمنى النار على العقل. حنا بغنم، حنا رياجيل نملك المال، نملك الرجال، نملك العلم، نملك العدد، نملك كل شيء، نملك ما ينقصنا شيء.
ناخذ معاش وغيرنا ياخذ معاش. ما جينا الكويت على سفن ولا جينا قطع الدرامات ورا المطلع. ولا اشتغلنا عند قواويد ولا اشتغلنا جواسيس. بشغلتنا هاي، بشغلتنا حن، حنا شغلتنا رياجي. الرجال اللي من يتكلم عليه في المجلس يموت مع الدخل عليك. كل يتبجح في فعله، حنا تبجح في فعولنا. ولا عدة الفعول وعدنا فعلنا، فعلنا فوق فعل اللي مرة في نفسه. مسحة اللي يقول الواحد هذا، أنت تدري يعني أنك مثلا تضحك على هذا طلع مك. أنا بنفسي أنا شخصيا يعني أنا فلاحي من جنب ما حد ما أخطيت بشيء، قلت كلام هاللون هذا. فالأخير يجيبون الولدي الرابع وأنا موجود، ما يقولوا لي يا بن جامع تعال تعال هذا، ويجيبوا لي ناس من برا يتسمون علي بالطريقة هذه. ما طريقة يعني ولدي الرابع يجيبون على أساس يا ابن إيش رأيك وكذا كذا، وأنا موجود. هل عايزة هذه أنا أجيب لي عودة من هناك وأجيب لي واحدة من هناك على أساس أهين العوازم؟ حوازم يعرفون مراهم، هم اللي يعلمونهم هم مراهم. حوازم يعرفون مراهم. إخواني حنا ناس لازم يكون لنا قدر وحشمة. نواب وسواد الانتخابات تبتجي، واللي ما فيه خير طال عمرك اللي من هالحين من العواجل يسمع، واللي مو بسامح يرد له الخبر. اللي طال عمرك شغلته كم يدخل جيبي والعوازم معك وما وقفها طال عمرك ورا صفا هاشم ولا ورا هذا مكيه ولا ورا فلان. يقعد يحط جسيته في عند اهله. نبي رياجيل يرحم الصوت ويسوون يظهرون رياجيل يدافعون عن قبيله. ما نبي رياجيل غنم، حنا رياجيل لنا قيمتنا. الكويت وطننا، الكويت وطننا. ما يهمنا من قال منو، فلان الفلان وفلان الفلان وفلان الفلان، حنا وطنيين وهذا بدو وهذا مستوجين. اسعد هذا اللي يقولك حنا وطن، ندري نعرف الكويت، حنا نعرف الكويت قبل يعرفونها هذا اهل شرق واهل زبله واهل مدري شنو واهل وهل. نعرف الناس هذا شارك طال عمرك منزول وجبلة زبيرية عارفهم. عارفهم. أطلع لي واحد طال عمرك مثلا صالح هذا طول سانح عراقي ولا إيراني ولا سلوقي، العوازم والعوازم والعوازم السعوديين والعوازم كذا. العوازم من سلام لا الحبل للعوازم، زعل من زعل ورضا من رضا. رحلة المياه، رحلة المياه وشنه ما هي باسمه، ورحلة الحضور وما هي باسمه، ورحلة الجزر وما هي باسمه، ورحلة الأرض وما هي باسمه. من هو اللي جاء؟ ألا هذا فلان فلان كويتي، ولا أبوه قبل كان حلاق. فلان 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 مدري من هو فلان الثاني من هو؟ قال أبوه جاي من الزبير مدري قبل كم سنة. فلان فلان من هو؟ قال ابن جامع سعودي والعوازم سعوديين وفلان المطير سعوديين والعجمان سعوديين والثاني ما ادري شنو. من هم هذول يتكلمون هذا؟ تعرفون ما انتم هذول؟ هذول اكثرهم طال عمرك حتى في الوظيفه سكارى مطرودين. الان يتبجحون في الوطنيه قدام العوالم قدام الناس، وكل يقول العوازم العوازم راتبهم الشيطان والعوازم العوازم. يا اخوي احنا ما قلنا على الصباح الحاكم شيء، احنا قلنا مع الاسره الحاكم على الساي والحسنه من اول يوم ان قلته لليوم ومعهم لا الحين ولا الابد. لكن الاسره الحاكمه باعتنا بغيرنا، باعتنا بغيرنا بدون مجامله. نقول لها في وجهها وقلنا لها وهي لا سامعتنا، قلنا لك بالراس فيها وقلنا باعتنا بدون شيء.
قربت من هو ابعد منا، قربت شغلات احد اللي الله اعلمها، شغلات اللي اعرفها غيري، ما هو انا اللي اعرف في شيء. العوازم والعوازم والعوازم فيهم والعوازم قاطعهم والعوازم ما ادري شنو. نعم قاطع، نعم قاطعنا وراح نقاطع. راح نقاطع، ليش ما نقاطع؟ ليش ما نقاطع؟ اذا كان طال عمرك اللي هذا اللي مرشح مشري واللي نازل مشري، ليش؟ ناخذ تبينا دلال حنا، كل واحد يا خمسة ما سنها جاية، كل واحد يجيب الخمسة ملايين يقعد تعال منه أنت تدفع كم تدفع؟ أدفع 2000 وهذا يدفع 3 أبيع على أبو 4. لا لا، حنا أصواتنا مي بلا فلوس. وشفت من الناس اللي نزلهم وشفت اللي حصل واللي عارضهم جزاهم الله خير وصار منهم اللي صار. هذا يعني باعهم قبيلة على شيء لا 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 شيء. بعضهم أنا بصوت على ابن بن جامع وبن جامع معلي منه ما جود ولا بمي، بصوت واللي أزعل يزعل واللي أرضي أرضى، صوت ما صريت. العوازم ولا سألت عنها اللي يقولها العوازم والعازم ما مصوتها، سألت عنها مرمى ما جاء العوازم اللمس ولا طلع عازمي بالجنسية. عوازم عوازم تصرف بكل اللي ناير اللبس هدوم مره واللي في غنمه صرف ما شد معنا. لا تفكر ان عوازم طال عمرك انهم ضعفاء لفلان. اذا كانت 200,000 صوت منها 800 ولا 500 ما بين مره وسفيه وما شري، ترى ما هم شيء، ما هم شيء. هذا موقف. وحتى العازميات انفسهم جزاهن الله خير حريم وقفن حطن جناسيهم في 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 صناديق وقالوا قاطعات مثبتة بالجامع. حريم يعني هذن الأمهات اللي رضعنا وهذن الأمهات اللي ربنا وهذن حين عزوتنا ولهنا الشرف منا. تسمعوا أمل الخير يا أخواني على كل طال عمرك، السنين جاية والأيام جاية وحنا ما حنا مظلومين ترى، وترى ما بيننا وبين الحكومة خلاف، خلاف على الانتخابات وعلى الدستور وكذا. أما مسألة بيحطون على نحجة إن العوازم ضد الصباح وضد هذه، حنا نعرف منهم ضد الصباح، اللي ضد الصباح اللي فجر النفط واللي سفروه وعقب رجعوا عطاه ماله واللي طالب الآن واللي طالب الآن يقول أنا وصلت المجلس على أهل البحرين، واللي يقول أهل الكويت يا أهل السعودية يا أهل الحجاز قوموا بانقلاب على السعود، هذا لهم بعد الكويت وبعد الصباح. أما حنا ما حنا بعدها يزعلنا من يقف ضد السعود يزعلنا، ومن يقف ضد الخليفة يزعلنا، ومن يقف ضد الإمارات يزعلنا، ومن يقف ضد قطر يزعلنا. وحكومتنا ألزم، حكومتنا ألزم، ويا منها وقفت أنت الرأي والرأي الآخر يبين هذا الذهب من الفضة. يعرفون يا منهم جت الحاجة لكذا، يعرفون من هم اللي يقف واللي ما يقف. الوطنية من بالأصوات والمشترى، الوطنية بالفعل، بالفعل وبالعلم الطيب، مهي بالوطنية كم تعطيني ولا ما صوتك ولا اشتري فلان ونزل فلان. احنا قبيلة قبيلة لنا الشرف، ويشرفنا لو الواحد ما حصل إلا على العشاء ولا غداء ويكون شريف أفضل مما يكون. لكن ما يشرفنا ان نقعد مثل الكلاب ورا سلنق طال عمرك لا تخاف الله ولا ترجي. انا ما اقول ان الاسرة الحاكمة كلها معنا، فيه من الاسرة الحاكمة ناس ما هم ضد معنا، فيه من الاسرة الحاكمة ناس تكرهنا، فيه من الاسرة الحاكمة كذا، وحنا نعرفهم بالاسم ونعرفهم بالشغلات ونعرف اللي حصل. لكن حنا نقول ما نكرهكم، لا ما نكرهكم، انتم الصباح وانتم الحكام، واذا تعدت الامور عنكم كل راي له راي، ذاك الحين كل النهار. والأفضل أنهم يكونون يد واحدة وأن يكون الشعب عندهم واحد. والأفضل ما حطوا فينا حنا قبيلة منهم الله خلقنا ما كان منا يوم من الأيام عندنا كلمة واحدة ضدهم. ما في يوم من الأيام قلنا شيء ضدهم، ما في يوم من الأيام سوينا لهم شيء، ما في يوم من المسائل. هل أخير يحطونا الله جدامه ويطلع لنا سلنقن في 5 ذاعات كل يسرد على كيفه كل يقول على كيفه. سيكم بالله سيلة، يعني أنتم كلكم رجال وتخافون الله. يعني هذا المجلس الذي جاء هذا
يقبل فيه من يخاف الله، يقبل فيه من يخاف الله هذا المجلس. هذا حتى الوزير العازم اللي يجي فيه يعني ينجسه. الآن يعني إخواني وصلت الأمور إلى نهايتها، والوطنيين يدعون الوطنية وصلهم إلى المجلس، اللي يدعون الوطنية وأصحابهم اللي يدعون الوطنية وصلهم إلى المجلس. وهالحين عسى أن يكون رأيي خطأ، وعسى أن يطلع مجلس مثل ما قال المجلس، حنا بعدنا العفوية وبعدنا كذا، عسى أن يكون هناك مجلس يعمر الكويت ويسويها. لكن أعتقد أن الأمور ما راح تمشي هكذا، واعتقد ان الامور من سوء الى اسوء، واعتقد ان الامور راح تزيد اكثر تعقيدا. ولكن ليشرف اول واخير اللي ثلاث اشياء موجوده الان، بقى شيء واحد اتمنى من الله انه بعد ما يكون اللي هو الوزير، ولكن المجلس مالي فيه ظلم، المجلس مالي فيه احد، وانا اتخذت هذا الراي واتحمله. هذه وحده، هذه وحده. الشيء الثاني اللي هو المجلس اللي طلع هذا كل ابوه مشاكله، وقال الحمد لله ما لنا فيها القرارات السياسيه، ما القبيل فيه فيها اي خطا وصاص وما بتحملها من هو فيها. ما ذكر لي رجل حتى في قبيلتي رجل واحد إلها الراي شار عليه، وش رايك يا فلان من الناس، وش رايك نبي نسوي هلو نسوي هلو، ما لنا وجود مع الناس. الشيء الثالث اللي هي الوزاره، والوزاره طبعا راح تختار وراح يجي من يجي، ولكن أنا ما أعرف من هو اللي بيجي واللي ما يجي. ولكن نقول عسى، عسى إن شاء الله أن يكون أولها مثل آخرها، وتكون إن شاء الله أن القبيلة ما لها ضلع في الموضوع. أتمنى من الله، لكن مهما كانت النتيجة، مهما كانت النتيجة ومهما صارت الأمور، هو إذا قبل وزير وقبل هذا أمر الحكومة، ويتداوم الله يعين على نفسه ولا عليه من الموضوع. هو رجل يعني واحد وزير ومع وزارة والمجلس الحالي. لكن الحمد لله ترى حنا أول شيء الشكر مرة أخرى لهذه القبيلة، تقديركم لي يا أخواني ترى لا يقدر بثمن. وأنا ترى طال عمرك كنت ناويكم صراحة يعني بعشاء أكبر من هذا، وكنت ناويكم كرامة أكبر، ولكن اتصل في الناس بيجون أمس بيجون أمس، وقلت يا عيالي على الأقل دوركم شيء، على الأقل اللي تقبل الناس فيه. الآن يا أخواني، الآن يا أخواني اللي الموجود إن شاء الله يبي يسد اللازم، واسمحوا لنا على القصور اذا فيه قصور. وفي الاخير يا اخواني ابشركم بالخير، ترى يا اخواني لا ياخذكم الحكي والاسره الحاكمه، لا ياخذكم الحكي يقول بالجامع ضد الاسره الحاكمه، انا اول من يدافع عن الاسره الحاكمه، اول واحد يدافع. لكن مهما كانت النتيجه، اي راي يكون خطا لازم اقول انا خطا، لازم اقول خطا، شيء ما يقبل فيه ربعي لا يقبله فيه ربعي، وانا ماني بقابل فيه بقول خطا ايا كانت النتيجه. مواقفنا مواقف القبائل الاخرى، مواقفنا مواقف القبائل الاخرى، ومواقف طال عمرك هذا اهل الكويت، ومواقف الجميع. انما الحاصل الان اللي حصل الان في هذا البلد هو مثل ما تقول فتره، وترى عقب هذا المجلس، ترى عقب هذا المجلس تتغير الأحوال، عقب المجلس هذا تبتجي مجالس غير المجلس هذا، والمجلس هذا أعتقد أنه هو القصعة اللي بيقصد ظهر البعير، أعتقد هذا هو. جزاكم الله خير ومشكورين، والله يوفقكم.